السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. يلا بينا على بداية الاخبار، بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. الزمالك خاض تدريبه الاول في السعودية صباح الاثنين بملعب عكاظ استعدادا لخوض اللقاء الاتحاد المنستيري. تجمع اللاعبون في 8 صباحا في بهو الفندق، وبعدها توجه الفريق في تمام 8:15 الى ملعب التدريب بصحبة احدى سيارات الشرطة. مصدر بالزمالك أكد أن اللاعب أيوب العبد اللاوي واحد من بين الترشيحات التي تم عرضها على إدارة النادي ضمن ترشيحات وكلاء اللاعبين، مؤكدا أن الزمالك لم يستقر على السعي إلى ضمه ولم يتقدم بأي عرض رسمي من أجل التعاقد مع اللاعب. يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28. كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن لائحة الانضباط والأخلاق الخاصة بالبطولة العربية والتي شهدت عقوبات رادعة في حال مخالفة أي من بنود البطولة، وجاءت لائحة الغرامات كالتالي: عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد كل مباراة 10,000 دولار، عدم وضع نادي لشعار البطولة على قمصان لاعبي عند الكتف الأيمن وشعار الاتحاد العربي عند الكتف الأيسر على عن كل لاعب 2,000 دولار، عدم حضور اللاعبين لإجراء المقابلة التلفزيونية 5,000 دولار، عدم الالتزام بوقت بدء المباراة من كل شوط 5,000 دولار، عدم المشاركة في جميع مباريات البطولة وفق جدول المباريات 2,500,000 دولار، عدم المشاركة بالفريق الأول في كل مباراة 250,000 دولار، عدم إرسال القوائم في الوقت المحدد من قبل الأمانة العامة 5,000 دولار. تولى الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الإشراف على جلسة تأهيل لعمرو السيسي لاعب وسط الأبيض بفندق الإقامة. خالد الغندور عبر فيسبوك سب إمام المايك 6 شهور إيقاف محلي وإفريقي، شيكا 8 شهور قال لمجاهد يا أهلاوي، وأتم إمام عاشور سب الرموز 12 ماتش، كهربا 12 ماتش وتم الطرمخة، الشحات سب الدين وضرب لاعب بالألم، حصل على 2 لوائح لا تطبق بميزان العدل. قرر أوسوريو خوض اللاعبين لتدريبات بدنية في صالة الجيمنيزيوم بفندق الإقامة في 6 مساء اليوم الاثنين. قاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك تدريبات ثلاثي حراسة المرمى محمد عواد وصبحي ومحمد نديم خلال ميران الاثنين، وخاض ثلاثي حراسة المرمى تدريبات لعب الكرة بالقدم بجانب التركيز على بعض الجوانب الفنية استعدادا للمباريات المقبلة في البطولة العربية. عقد أوسوريو جلسة مع التونسي حمزة المسلوسي ومحمد عبد الغني ثنائي دفاع الأبيض خلال ميران الاثنين، وحرص على منح الثنائي بعض التعليمات الفنية على هامش التقسيمة الفنية. إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق: الكرة عصر احتراف، ولكن أنا واحد من الناس كنت مصدوم من موقف إمام عاشور، أنا من المنصورة من بلده وأعرف أنه ينتمي للأبيض وعائلته كلها كذلك، وتابع الناس كلها مصدومة فيه، يمكن لو كان لاعب آخر غير إمام كان الأمر اختلف، لكن هو بحث عن مصلحته ونحن في عصر احتراف والفترة القادمة يجب أن يفكر الزمالك في القادم. وأضاف: أنا لست سعيد بالخطوة التي اتخذها، ولكن على الزمالك أن يبحث عن البديل المناسب ونتعاقد مع لاعب على نفس القوة، خاصة وأنه لاعب مهم جدا، وأتم أنا عقدي انتهى في العروبة السعودي والأهلي تواصل معي لكي أعود عليه، ولكن فضلت العودة للزمالك وحصلنا على بطولة الدوري موسم 14-15 واعتذرت للأهلي باحترام. وائل أباني نجم الزمالك السابق: كيف يتفاوض الزمالك مع صفقات جديدة وعنده مشاكل؟ على أي أساس تتفاوض؟ هل تتفاوض من أجل الشو ولا يوجد شيء على أرض الواقع؟ وتابع: أين الحقيقة؟ أريد أن أراها على أرض الواقع. الحديث عن التفاوض مع لاعبين أقوياء وإنهاء الاتفاق معهم دون أن نرى شيء على أرض الواقع لمجرد أن الجماهير تهدأ على المسؤول، هذا أمر غير مقبول. وأضاف: لما تقول كلام تبقى قده، عندما يكون عندك مشاكل حقيقية قل للناس، لكن لا تقل كلام مزيف. أباني: نحن لا نعرف من يدير النادي الزمالك، أعتقد أن النادي متاخذ وضع يد، لا أنا لا أفهم الزمالك نادي كبير ولا نفهم ما يحدث من يتكلم ومن يعقد مؤتمر وبأي صفة، لماذا الزمالك في هذا الوضع؟ أنا لو أحب النادي ووجودي يضر سأبتعد. واستكمل: أعضاء مجلس إدارة الزمالك كيف يقبلون على أنفسهم ما يحدث؟ النادي ديون بالملايين وفي مشاكل، وإنت متمسك بالتواجد داخله، هل فعلت شيء؟ أنت صنعت مشاكل للنادي. أباني: قيل أن حسين لبيب سبب أزمة شيكابالا رغم أنه لم يكن موجود، وقيل أنه تسلم النادي وخزينته بها حوالي 70,000 جنيه، والكابتن لبيب أثبت بالأوراق أنه ترك حوالي 15 مليون جنيه، وكلام كتير غير حقيقي والمبررات التي تقال غير صحيحة. الآن أين يذهب نادي الزمالك؟
حرص شيكابالا على نشر تعليق ساخر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام تزامنا مع إعلان عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلي بعد التعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ونشر عبر إنستا صورة تتضمن جملة قانون ساكسونيا. كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي سموحة تستهدف التعاقد مع عمرو السيسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووفقا لموقع القاهرة 24 فأن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تحدث مع فرج عامر رئيس النادي للتعاقد مع عمرو السيسي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. ومن المقرر أن تتواصل إدارة سموحة مع إدارة الزمالك لمعرفة موقف اللاعب من الاستمرار مع القلعة البيضاء أو الرحيل لتحديد موقفهم من الدخول في مفاوضات لضم اللاعب. أدى عمرو السيسي تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب إصابته في الكاحل، ومن المحتمل غياب اللاعب عن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، وفي حال اكتمل شفاؤه سيكون متاح مع الفريق بداية من مباراة الشباب السعودي في الجولة الثانية. بدأ محمود شبانة في البحث عن عروض لتحديد مصيره في الفترة القادمة بعد تأكد رحيله عن صفوف الزمالك. اللاعب هنا في مصر ولديه عددا من العروض المحلية يبحثها الآن للانضمام إلى أي منهم في الموسم القادم. أعلن المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز عدم رضاه عن العقوبة الفاضحة التي صدرت من اتحاد الكرة المصري ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي. اللاعب كان قد سافر إلى الأراضي السعودية صباح الاثنين لأداء مناسك العمرة، إلا أنه قرر العودة بعد علمه بالعقوبة الفاضحة تجاه حسين الشحات، وأعلن أنه عبر سفارة بلاده هنا في القاهرة قرر سلك الطرق القانونية ضد من اعتدى عليه، مؤكدا أنه لن يترك حقه، وشدد على أنه هذا الأمر بدعم من مسؤولي بيراميدز الذين طلبوا منه العودة إلى مصر لبحث كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الملف. أحمد الطيب عبر فيسبوك: كنت أعتقد أن الخطيب ومجلس إدارة الأهلي هيطلعوا قرار محترم بإيقاف الشحات 6 مباريات وغرامة 1,000,000 جنيه وفيديو اعتذار يذاع على قناة الأهلي من الشحات للاعب المغربي ولإدارة بيراميدز ولجماهير المغرب والأهلي والجماهير مصر والوطن العربي بشكل عام. يا كان هيبقى هو ده الأهلي الذي نتمناه. الصحفي والإعلام المغربي جمال الصيفي عبر فيسبوك كشف عن نص مكالمة دارت بينه وبين الشيبي. أوضح محمد شيبي في اتصال أجريته معه قبل قليل أنه لم يسامح حسين الشحات على التصرف اللا أخلاقي الذي قام به ضده بعد نهاية مباراة بيراميدز والأهلي، وقال الشيبي: ما زلت لم أستوعب ما حصل وما زلت تحت واقع الصدمة، وأما بخصوص الصلح المزعوم فأنا لم أقم به، كل ما في الأمر أن مسؤول في بيراميدز هو الذي طلب مني الخروج من غرفة الملابس وأنا بطبعي ألتزم بتعليمات إدارة النادي، ثم جاء اللاعب الذي قام بالاعتداء علي ليسلم علي من أجل التقاط صورة ليوهم الناس أنني سامحته. وأضاف الشيبي: أطالب بحقي كاملا ولن أتنازل عنه، وقد جئت لبيراميدز لألعب كرة القدم وأتنافس وليس لأدخل حلبة صراع وكأننا في غابة، وتابع نحن لاعبون ويشاهدنا الأطفال ومختلف الفئات العمرية، وإذا تحول اللاعبون إلى ملاكمين دون التزام بالأخلاق فإن لا معنى لكرة القدم. أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عليه العوض ومنه العوض في كرة القدم المصرية من أسوأ إلى أسوأ والأسوأ لم يأتي بعد، تعليقا على فضيحة الشحات. خالد طلعت الناقد الرياضي: طبقا للائحة لجنة المسابقات عقوبة السب أو البصق على أحد عناصر اللعبة إيقاف 4 مباريات مش 2، وتابع كلنا سمعنا سب حسين الشحات لمحمد الشيبي جابوا إيقاف ماتشين، دي منين بقى؟ مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: الزمالك يريد عودة جنش مرة أخرى إلى النادي، هذا ما حدث بالفعل وجاري التنسيق. بس كده، هذه كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب للقناة، متشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.